استقبل الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه الادميرال ليندا فاجان قائده خفر السواحل الامريكي بحضور سعاده اللواء الركن الشيخ حمد بن محمد الخليفه نائب رئيس الامن العام والعميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل. وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بزياره قائد خفر السواحل الامريكي التي تاتي في اطار التواصل وتبادل وجهات النظر مشيدة أن معالي بالشراكه الاستراتيجيه والعلاقات الوثيقه التي تجمع مملكه البحرين والولايات المتحدة والحرص المتبادل على دعمها وتطويرها. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني وبحث السبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك بين البلدين في مجالات الأمن البحري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.